السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده عايزين نعمل معيار صغنن كده للكحك، يعني هنعمله مكون من 4 كوبايات دقيق وعليهم 2 كوباية سمنة، تمام كده، ونص كوباية سكر، ودي ريحة او نكهة السمنة البلدي. هي طبعا دي سمنة بلدي معانا، بس في نفس الوقت دي بتدي ريحة حلوة بديل للفانيليا، تمام كده. معايا 1/2 كوباية مية هكملها لبن، يعني المية دي هكمل النص ده، نص مية دافية هكملها بالايه، باللبن بتاعنا اهو، على اساس هي سخنة احنا هنبردها شوية بايه، باللبن. طبعا هقطع فيها الخميرة، عمال ادور على المقص، هحط حوالي معلقة خميرة اهي، تمام كده، معلقة واحدة يعني. بصوا يعني الكيس لسه بحاله. وطبعا معايا كيس ايه، لبن بودره، ومعايا 2 معلقة سمسم. الاول هنصلي على رسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنزل بالايه، بالنص سكر بتاعنا ده. انا عايزه الكحكايه من غير ما احط لها سكر، هي مسكره وفي نفس الوقت لونها احمر، فالسكر ده، البودره ده، هو اللي بيخلي الكحكايه بتاعتنا حمرة زي ما هي. طبعا هنزل بالسمنة بتاعتنا اهو، انا عايزة كحك يعني ايه، هديله برضو نسبة من الزبدة الفرن دي، انا بحب احطها في كل الحاجات اهو، تمام كده. وهكون جاهزة بقى بالمضرب وهضربهم اهو، دي سمنة على البارد اهو، يعني 4 كوبايات دقيق عليهم 2 سمنة، تمام كده اهو، عليهم كيس اللبن البودرة. عمالة ادور على المقص اهو، هحط دلوقتي نصه، انا حاطه طبعا 1/2 كوباية لبن ونص مية، هحط نصه واشوف، تمام كده. هبدأ بقى استعد وايه، واضرب السكر مع السمنة علشان يمتزجوا مع بعض كويس. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا، هنزل دي معلقة صغننة من ريحة الكحك، ودي ذرة ملح، هنزل على الخليط بتاعنا اهو، تمام كده. وهكون مجهزة 2 معلقة السمسم اهو، هاخدهم من هنا، وطبعا ريحة السمنة البلدي اهي، هنزل بيها عليه اهي، دي بيبقى في منها ريحة الموز، ريحة الورد، اي حاجة اللي انت عايزين، بس انا بحب ادعم ريحة السمنة طبعا، تمام كده. هاخد فيما يعادل مثلا ايه اهو، 2 معلقة سمسم اهو، 3 سمسم، تمام كده. وابدأ انزل بالدقيق حبة حبة اهو، 1/4 كوباية، وافضل اضرب برضو لحد ما طبعا الموضوع يجمد على المضرب اهو، بصوا اهو، اول 1 كوباية دقيق اهي، وابدأ اشوف الخميرة بتاعتي. وطبعا عشان ما انساش هاخد البيكنج باودر ده، بصوا انا فتحاه واخدة منه حوالي ايه، 1 معلقة، يعني هنزل بيه هو، تمام كده. نزلنا بالبودر بتاعنا، وهنزل بكوباية اللبن على المية، هاخد نصها، واخد 1/4 كوباية الدقيق التانية اهو، طبعا كده هو ده بيقوم كده العجان، فكرة العجان. على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، شايفين الطاجن ده، انا بحب اعجن فيه قوي، وبعمل فيه كيكات وبعمل فيه حاجات، اي عجائن، ده باب الغسالة الاوتوماتيك. طبعا كان عندي غسالة ودابت بمرور الوقت، فخدت الباب بتاعها وعملته طاجن بيخش الفرن، انا دي فكرة محدش يعرفها. اهو اعادة تدوير برضو، واحنا بنعمل الكحك بنعمل اعادة تدوير برضو.
تمام كده. هرجع اضرب تاني الدقيق بتاعنا اهو، بس تقل على الايه المضرب. هنزل بايه؟ بالنص كوبايه اللبن على الميه على الخميره بتاعتنا، وافضل اضرب تاني. الكوبايه الاخيره بقى هعمل ايه؟ هضربها على ايدي بقى، عشان كده هبقى تقلت على المضرب اوي. اهو بصوا، هحاول كده اخلص منه اي عجين عشان انزل بالكوبايه الاخيره اهي معايا اهو، واقلبها تقليبه كده. طبعا خلصنا الاربع كوبايات بتوعنا اهو، بصوا ما شاء الله العجينه معانا حلوه جدا اهي. طبعا عايزين بقى نبس، بس شكله كده من احساسي بيه كده هيعوز نص كوبايه تاني، الله اعلم. انا بحبه ناعم، هيعوز نص كوبايه دقيق يعني، انا بحبه ناعم، بس هو شكله كده لان كوبايه الميه مع اللبن كانت ايه كبيره اهو. بصوا انت بتلمسي العجينه بتبقي عارفه هي محتاجه ايه. بصوا انا وانا بلمسها كده، هي طبعا عجينه جميله اهي، جميله قوي، وطبعا مش بتلزق في الايد، بس محتاجه حوالي نص كوبايه دقيق كمان اهو. بصوا يبقى هنخلي المقادير بدل 4 كوبايات دقيق هنخليها 4.5، تمام كده اهو. ودلوقتي بقى بصوا جبت ايه، يعني اقل من نص كوبايه دقيق اهي، هنزل بيها برضو اهي، اشربها للعجينه كده اهو. بصوا ما شاء الله باين من ملمس العجينه ان هي جميله جدا جدا اهو، ما شاء الله. هنعمل ايه بقى كده؟ انا معجنتها اهو، هعمل ايه بقى عشان النقشه تبقى ثابته معاكي وحلوه جدا؟ هتعملي ايه؟ هتخمريها قبل ما ايه ما تنقشيها. يعني انا دلوقتي اهو عجنتها، هسيبها تخمر، وطبعا هنروح نفطر انا مجهزه الفطار، هنروح نفطر وهسيبها تخمر، وبعدين ارجع لها تاني. هتكون خمرت وارتاحت، وفي نفس الوقت بصوا انا حاسه ان هي عجينه ما شاء الله حلوه قوي قوي. حتى انتي لو انتي عايزه تجربيها كده اهو، بصوا عجينة ملساء طرية جميلة اهو، مش محتاجة اي حاجة يعني. هي بصوا حتى كوباية اللبن على المية يعني كفتها ما شاء الله اهو. تمام، هركنها بقى تخمر ونرجع لكم واحنا بنشكل اهو. برجعنا ليكم، وطبعا احنا دلوقتي معانا عجينة الكحك بتاعتنا اهي، عايزين بقى نطلع منها الايه نسبة الهواء اللي فيها اهي. بصوا طبعا هي المعيار برضو كان صغير، بس مش مشكلة، احنا عملنا اصناف كتير عشان نعمل انواع واشكال يعني. تمام كده، احنا طلعنا من العجينة بتاعت الكحك الايه الهوا بتاعنا، وبصوا ملمسها في منتهى الجمال. هنكرر بقى، هنعمل ايه؟ هنعمل كحك ايه، انا فكرت اعمل كحكة نصها بيج ونصها بني، يعني اخد قطعه من الدقيق من العجينه يعني، واحط عليها كاكاو، واعملهم اتنين قصاد بعض كده بيعملوا شكل الكحكه ورق الشجر. وفي نفس الوقت عندي البصامه، عايزه اعمل برضو فكره ان انا برضو اعمل كحك اللي هو المدور العادي ده عشان يبقى بالشكل التقليدي يعني. بس احنا السنه دي كده عايزين نخرج من نطاق الايه المعتاد بقى. طبعا انا معايا الايه القطعه اللي انا خدتها اهي، مثلا ممكن اخد حته اصغر من كده، اصغر شويه اهي، ان انا هحط عليها كاكاو وهنشغلها باللون البني، ونعمل زي صباع كفته كده لونه بيج واحد بني، وننقشهم مع بعض ونشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى انا اهو عملت حفره في النص اهو عشان اخد الكاكاو بتاعنا، عشان عايزين نعمل كحك بشكل مختلف اهو. تمام كده اهو، لو احتاجنا تاني طبعا عشان هو بودرة فايه هيعمل زي ترابة كده
احنا عايزين ايه؟ بصوا اهو بدأت كأني بقول وبنفذ، شايفينه اهو. انا بقى هقعد اقلبه كده وبعدين ارجع لكم. وهنا بقى اهو برجعنا ليكم. طبعا العجينة البيج معانا اهي، هنعملها على شكل ايه بقى؟ صباع كفتة اهو. خدها كده والفها كده اهو، ونعملها صباع كفتة بالمنظر ده عشان نحط قطعة مقابلة ليها باللون الايه؟ البني. بصوا بقى هنا انا بحاول ان انا اعمل قطعة كده اهي. انا عملت واحدة عايزه اوريها لكم اهي، شايفينها اهي بينت قدامكم اهي، واخد مقابلها قطعة بني برضو اهي. انا بس عايزه اوريكم شكل تاني مختلف غير الشكل التقليدي اللي هو بنعمله معتادين عليه، اللي هو شكل الكحكة المدورة. بصوا اهي، ونبدأ بقى ننقشها بالمنقشة. عايزة تعمليها بالبصامة مفيش مشكلة، ونعملها كده اهي حواليها بالايه؟ بالشكل ده. بس طبعا انا حساها ان هي خدت لون بيج كده، ما بقتش العجينة بيضة. بس احنا حبينا نعمل شكل ايه جديد عشان لو حد حب، بصوا ممكن ندمجهم في بعض بالمنقاش اهو. شايفين الشكلين اللي عملناهم؟ شايفين شكلهم حلو برضو. تمام كده. وممكن نعمل بقى كحكه كامله من الايه؟ من الشوكولاته اهي، كحكه كامله. طبعا دي الولاد بقى هيحبوها قوي. وكارما معانا اهي. كارما انت هتاكلي كحكه من البيضه ولا كحكه بالشوكولاته؟ بصوا الكحكة بالشوكولاتة طبعا اهي شكلها بيقول اهو. شايفين شايفين الكحكة بالشوكولاتة. هنحاول بقى نخلص بقى الكمية كأشكال ووريكم. وهنا بقى بصوا انا حابة اوريكم الشكل اللي عملته. بصوا اهي بتعمليها زي صباع الكفتة كده بالظبط اهو، وبعدين تبطيها كده اهو، وتعملي منها ورقة شجر بس على شكل كحكاية اهو. بصوا سهلة وبسيطة، وطبعا شكل جديد. كل سنة وانتو طيبين. ولادنا بيحبوا الديكورات والحاجات دي، بس ما بيعملوهاش، هما بيحبوا يشوفوها معانا اهو. طبعا لسه بقى هعمل فيه كحكتين اهو. ودي طبعا نص ونص، ودي بالعجوة. وعملت صينية تانية هوريها لكم. بصوا بقى الصينية اللي عملتها ما شاء الله، يعني جميلة جميلة اهي. هدخلها طبعا الفرن وهظبط دي وادخلها معاها واوريهم لكم لما يطلعوا. وهنا بقى بصوا طبعا الكحك بالشوكولاتة والكحك البيج الطبيعي بتاعنا هندخلهم بقى الفرن وارجع لكم. بصوا انا حطيت بقى البسكويت الكحك بتاعنا، بس هعمله بمكنة البسكويت يعني يبقى بديل للنقش. بصوا ادت برضو شكل حلو قوي اهو. اهو يعني نوع من التغيير يعني. وحطيت طبعا قطعة من البني عليها اهو. بس طبعا الكحك بيختلف عن البسكويت ان الكحك هنا ناعم. تمام اهو، بنحاول ان احنا ندي شكل كده بيه اهو. بصوا الشكل بقى يعني، دي بقى عايزة تتظبط شوية اهي. ايه رأيكم؟ وندخله بقى الفرن وارجع لكم. وهنا كده اقدر اقول لكم بصوا ما شاء الله، من الاربع كوبايات دقيق عملت قدرت اعمل الكمية الجميلة دي. وطبعا عملت بالشوكولاتة عشان كارما عايزة كحك بالشوكولاتة. كل مرة بنعمله يا تيتا من اللي هو الابيض ده، انا عايزة كحك بقى من اللي هو بالشوكولاتة. فحبيت ان انا اعمل لها اللي هي عايزاه، وهي قاعدة معايا دلوقتي وعملنا الكحك. واتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها بطريقتي، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.